اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني سريعا اروح على الهواء مباشره لزميلنا العزيز محمد توفيق من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان يطمننا على الفرقه واخر استعداداتها لمباراه الغد الهامه جدا امام الجونه. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا على الفريق وكيف يستعد النادي الاهلي لمباراه الجونه ولباقي المواجهات الحاسمه في بطوله الدوري. يعني زي ما ذكرت امير، ده المران الاخير والاساسي لمباراه الاهلي امام الجونه ان شاء الله في 6:30 مساء الغد على استاد الاهلي والسلام في اطار مباراه الجوله 26 من الدوري المصري الممتاز. يمكن المران بدا في 5:30، سبقه محاضره فيديو للمدير الفني للفريق مستر سواريش، يمكن اتكلم فيها مع اللاعبين على اهم نقاط القوه والضعف في فريق الجونه، ومن بعدها نزل الفريق في الملعب. يمكن كان في محاضره من كابتن سالم حفيظ بيتكلم فيها عن اهميه هذه المرحله ويعني نسيان يعني صفحه الكاس، وعندنا بطوله مهمه جدا وهي بطوله الدوري المصري الممتاز زالت لسه في الملعب، بيتكلم مع اللاعبين على اهميه مباراه الغد وكمان يعني متبقي 9 مباريات بمباراه الغد، فدي مرحله مهمه جدا، بطوله لسه في الملعب، بطوله من 4 بطولات قادمه، الدوري والكاس وكاس السوبر القديم والجديد كمان يا امير. يمكن المران النهارده ابرز معالمه مشاركه اكرم توفيق في المران الجماعي، بيرسيتا وميكسوني موجودين الثلاثه في المران. يمكن التدريب بدا ببعض التدريبات البدنيه ومن بعدها انتقل للجزء الفني. كابتن صلاح حفيظ طبعا قرر اغلاق المران مع بدء التمرينات الفنيه اللي في الملعب. يمكن حاله اللاعبين يبدو علينا ان الحاله جميع اللاعبين في حاله جيده. يمكن الجهاز الفني اتكلم زي ما قلت لك، كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله، ان شاء الله يكون عوده اللاعبين كمان اللي كانوا مصابين في الفتره اللي فاتت تكون دوت بيتقل الفرقه ويكون فارق مع الفرقه باذن الله. بيرسيتا وميكسوني زي ما قلنا، اكرم توفيق كمان مشاركته النهارده في المران حاجه كويسه جدا. يغيب بس فقط عن الفريق شريف طبعا لاصابته في العضله الضمه، وطاهر محمد طاهر لاصابته في العضله الخلفيه، واحمد نبيل كوكا ايضا للاصابه في الخلفيه. ان شاء الله من بعد المران هيتم اعلان قائمه من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق ان شاء الله والمبيت في احد فنادق القاهره، ومن ثم ان شاء الله بكره يبقى يعني برنامج الفريق بشكل كتام في فندق الاقامه، وان شاء الله التحرك لملعب المباراه في تمام الساعه 4:30. وان شاء الله كل دعوات جماهير النادي الاهلي بالتوفيق وحصد اول 3 نقاط للعوده ان شاء الله للمسار الصحيح والمنافسه على بطوله الدوري العام باذن الله. امير باذن الله توفيق. طيب الموعد المتوقع لمشاركه اكرم توفيق في المباريات كابتن، يعني طبقا يعني كلام الجهاز الفني او الجهاز الطبي معانا يا امير قبل المران مع دكتور احمد ابو عبله، يعني اكرم جاهز من الناحيه الطبيه، مشاركته من عدمه دي متروكه طبعا للجهاز الفني بقياده مستر سواريش، هو اللي قرر مدى يعني امتى بالظبط يشارك اكرم. طبعا لما يشوف لياقته البدنيه، لياقته الفنيه، لياقته الذهنيه، ده هيبقى متروك بشكل كامل جدا للجهاز الفني، ولكن من الناحيه الطبيه اكرم خلاص مشارك في التدريبات الجماعيه للفريق، ومشاركته هي رهن اشاره او تحت امر الجهاز الفني في الوقت اللي يشوف ان هو مناسب للدفع باكرم توفيق. وان شاء الله نتمنى السلامه لكل اللاعبين، طبعا اكرم بيرسيتا وميكسون ان شاء الله كلهم يكونوا في الحاله الفنيه والبدنيه والذهنيه ان شاء الله تؤهلهم للمشاركه في المباريات عشان يكونوا عونا لبقيه زملائهم، خاصه ان احنا عندنا تقريبا في 40 يوم يا امير حسم البطوله 9 مباريات اقوى من بعض، ان شاء الله يكللوا بالنجاح ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي وكل اللاعبين يرجعوا لفورمتهم ويكونوا مشاركين بمجهودهم ان شاء الله، ويكون يعني بدايه موفقه ان شاء الله وعوده الانتصارات وعوده بطوله الدوري مره اخرى للنادي الاهلي. 11 مباراه المتبقيه للاهلي ان شاء الله 33 نقطه يقدر الفريق ياخذهم، لكن موقف بدر بنون ومدى جاهزيته للمشاركه في المباريات يا توفيق هختم معاك بالسؤال ده. موجود بالفعل يا امير، بدري بنون مشارك في التدريبات الجماعيه من الناحيه البدنيه هو جاهز، ومن الناحيه الطبيه طبعا برضو زي ما قلت ينطبق عليه يعني نفس الكلام ينطبق على اللاعبين العائدين من الاصابه، هو مشاركته تحت امر الجهاز الفني الوقت اللي هيشوف ان هو مناسب للدفع بيه هيكون موجود في الملعب، ولكن فنيا هو يعني طبيا هو لائق من الناحيه الطبيه بشكل تام، مشارك موجود مع بقيه زملائه في المران الجماعي، لكن المشاركه من عدمها ده امر يرجع للجهاز الفني حق اصيل ليه اختيار ال 11 لاعب او التسع لاعبين الموجودين على دكه البدلاء، وزي ما قلت لك اي 11 لاعب هيكونوا في الملعب باذن الله يكون التوفيق معاهم، وان شاء الله يحققوا كل امال وطموحات جماهير النادي الاهلي والفوز في جميع المباريات المقبله، وان شاء الله عوده اللقب مره اخرى يا امير باذن الله. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، بنشكره شكرا جزيلا عزيزي.